اليوم بالنسبه للمدينه الحسيمه او المملكه المغربيه يوم تاريخي، يوم اللي كنحتفلوا به بعيد الشباب المجيد. وبهذه المناسبه كنهنئ صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله بهذه المناسبه العظيمه. كنقول له حفظك الله ورعاك من اي سوء وشفاك ورعاك. احنا كشعب ديال المملكه المغربيه كنبغيو الملك ديالنا، وهاد كما كتشوفوا هاد الاستعراض وهاد السكان، وانا كنشوف انا ولد مدينه ناظور جيت هنا باش نحتفل بهذه المناسبه مع الناس ديال الحسيمه، واكتشفت واحد النقطه ان جميع المدن المغربيه كاينه اليوم هنايا، يعني جميع الثقافه ديال المدن المغربيه، ولكن شعارنا واحد هو الله الوطن الملك. الحسيمه وجات مع الذكرى ديال محمد السادس الله ينصره، الله يخليه لينا والله يطول ليه في العمر. زوينه ما شاء الله، زوينه زوينه ما شاء الله. اول مره تنجي للحسيمه وعجبتني الحسيمه اول مره. انا ولد الحسيمه، انا ولد الريف. الحسيمه هذا النهار واحد النهار عظيم بزاف، ما نقدرش نوصفه لك حيت داك الشيء باش حسيت، داك الشيء باش حسيت بمعنى الكلمه. بطبيعه الحال حنا ننوبوا على جميع المغاربه وعلى جميع الانسانيه كما كينوبوا علينا في الكره الارضيه برمتها. واحد الاستعراض عظيم ما نقدرش نوصفه لك حيت واحد الانسانيه عظيمه بزاف. اللي دائما حنا كنبغيو الملك ديالنا وكنبغيوه لواحد درجه كبيره، هذا الشيء كيدل على الرابطه اللي كاينه بين الشعب والملك ديالنا، هذا الشيء كيفرحنا وغيزيد بالمملكه ديالنا القدام الازدهار والتقدم والنجاح في اي مجال. حنا كمغاربه كنقولوا لصاحب الجلاله حفظك الله ورعاك وشكرا. الله يطول في العمر ديالو ان شاء الله بجميع الخيرات في كل مكان وفي كل زمان. واحد الملك عظيم برهنها هو واكدها بالعمل ديالو زعما، والله يجازيه عليه، الله يجازيه ان شاء الله على العمل ديالو بالضعف الاضعاف ديال الاجر الدنيا والاخره ان شاء الله. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.